أهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع من كل مكان وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود. ترأس بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس إذانا ببدء احتفالات عيد الفصح، وذلك عقب مرور يوم واحد على خروجه من المستشفى حيث كان يعالج من التهاب بالشعب الهوائية. ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية لقطات حية للبابا وهو يترأس القداس بحضور حوالي 30 ألف شخص، وقد ظهر جالسا وهو يلقي كلمته أمام الحاضرين. ومن البرتغال تظاهر آلاف الأشخاص في لشبونة ومدن رئيسية أخرى في البرتغال للمطالبة بحق السكن، وخصوصا بضبط أسعار الإيجارات ومزيد من المساكن الاجتماعية. وبحسب فرانس بريس، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها السكن حق للجميع وهل السكن حق أم امتياز؟ وأوضحت حركة مدافعة عن الحق بالسكن أن المتظاهرين يطالبون بالحق في السكن للجميع وهو حق كرسه الدستور، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار. ولمواجهة أزمة العقارات، وافقت الحكومة يوم الخميس الماضي على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك، حيث يتعلق أحد إجراءاتها الرئيسية بوقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء للحد من المضاربات في سوق العقارات. وننتقل إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكرونو أن بناء حاملات الطائرات الفرنسية الجديدة والتي تعمل بالطاقة النووية من المفترض أن تحل محل حاملات الطائرات شارل دي جول بداية من نهاية عام 2025 وعام 2026. وقال وزير الدفاع الفرنسي إن شركات المجموعة البحرية ستتمكن من البدء في أعمال بناء حاملة الطائرات والتي يصل وزن حمولتها إلى 75 ألف طن، وأن هناك دولتين فقط في العالم تعرفان كيفية بناء وتشغيل حاملات الطائرات النووية وهم الأمريكيون ونحن الفرنسيون، مؤكدا ضرورتها في بيئة عالمية يسود فيها الحرب في أوكرانيا وتوترات دولية متعددة. وننتقل إلى إسرائيل، حيث شهدت المدن والبلدات العربية في إسرائيل إضرابا عاما وشاملا التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ردا على جريمة اغتيال الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي من بلدة حورة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك الليلة قبل الماضية. وشمل الإضراب بحسب وسائل إعلام فلسطينية السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، ودعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي 48 ردا على الجريمة. وقررت لجنة المتابعة تحويل جنازة الشهيد في بلدة حورة إلى مظاهرات جماهيرية حاشدة ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري. وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات. وننهي جولتنا الإخبارية من السعودية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات أو أكثر. ونشدت الوزارة في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك، وأن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل 5 سنوات والذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية. ولفتت الوزارة إلى أن إصدار التصريح سيبدأ في 15 شوال بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاحات فيروس كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية. وهنا تنتهي جولتنا الإخبارية من خارج الحدود، كنت معاكم أنا هناء أبو العز.